بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يسددنا ويفتح على قلوبنا يعني عايزين نتكلم عن موضوع في تلقي القرآن وليه جيل الصحابة كان مختلف في تلقي الكتاب الله سبحانه وتعالى من الآيات العظيمة اللي في القرآن قول الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيل إن نشأت الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا العلماء يتكلموا ما معنى أشد ما معنى الأول نشأة الليل هو إيه اللي بينشأ بالليل فقالوا الصلاة أو العبادات أو القرآن أو المعاني بعض العلماء قال المعاني المستنبطة من قيام الليل في القرآن فكل ده ربنا بيقول القرآن بالليل أو الصلاة قيام الليل بالليل كل ده أشد وطئا القراءة بتاعتنا وقراءة جمهور القراء أشد وطئا لكن في قراءة تانية أيضا صحيحة أشد وطاء أشد وطاء دي معناها مواطأة القلب مع اللسان مع التدبر يعني اللي بيحصل تواطؤ بالليل مفيش شواغل فأنت بالليل بتبقى مركز قلبك ماشي مع لسانك مش مشغول بشواغل مفيش دوشة مفيش شغل مفيش حركة المفروض يعني يكون الليل مكان السكن والهدوء طب امال اشد وطئا فقال وطئ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ما كان بيدي على قريش اللهم اجدد وطئتك وطأة، ضغط ثقل انسان بيطئ الارض بيقف ثبات بعضهم قال اشد وطئا يعني القيام الليل الصلاه بالليل اصعب جدا من الصلاه بالنهار وبعضهم قال لا الصلاه بالليل اكثر ثباتا واستمرارا من النهار لانك بالنهار مشغول فبعضهم خد ان الصلاه صعبه بالليل وبعضهم قال لا الصلاه سهله ايا كان ده اللي يتكلموا في الصلاه لكن في ناس قالوا معنى ثاني خالص قالوا وط ان معاني بتاعت القران بالليل بتطقك بتضغطك ده المعنى اللي عايز اتكلم النهارده الضغطة اللي القرآن بيعملها على قلوبنا وعلى عقولنا، هل احنا بنتعرض لده أصلا؟ هل احنا لما بنسمع القرآن بنحس إن القرآن بيغير في مفاهيمنا وفي عقائدنا؟ هل وأنا واقف يعني دلوقتي أنا إيه واقف صلاة التراويح أهو، ربنا يبلغنا رمضان يا رب. احنا قبل رمضان أهو المفروض نستعد. انا واقف في صلاه التراويح والامام خلص الفاتحه وانا قلت امين ومنتظر هيقرا ايه هل انا خايف من الكلام اللي انا هسمعه كلام ربنا ماذا يريد الله سبحانه وتعالى مني يعني من الايات العجيبه إيه سوره سبأ قول الله سبحانه وتعالى آية أربعين آية قصدي ثلاثة وعشرين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير حتى إذا فزع عن قلوبهم العلماء اختلفوا مين هم اللي فزع عن قلوبهم؟ جمهور المفسرين وجمهور السلف إن فزع عن قلوبهم أي أن الملائكة هي اللي كانت فزعة الملائكة الأول كانت فزعة وكلمة فزع يعني أن الله عز وجل أزال عنهم الفزع يعني فزع معناها إيه؟ أزال عنهم الفزع وده بيدل أنهم كانوا في الأول إيه؟ فزعين وبعد كده اتشال عنهم الفزع. فالامام الطبري بيقول طب هم ليه كانوا فزيعين؟ فذكر اقوال اولها كانوا فزيعين لان الله سبحانه وتعالى يتكلم بالوحي. اذا اراد وفي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم واثار عن ابن مسعود اثار كثير عن الصحابه والسلف ان الله عز وجل اذا تكلم بالامر او اذا تكلم بالوحي سمع صوت في السماء كجر السلسله على صفوان على صفا غليظ. فالملك الملائكه كلها بيغشى عليها. وبعد كده بيفيقوا وكله قايم مفزوع يا ترى ربنا قال ايه ماذا قال ربكم فيترد عليهم سيدنا جبريل قال الحق الله لا يقول الا إيه الحق غالي كبير فيبدأوا ينفذوا بقى مراد ربنا سبحانه وتعالى حاله الفزع لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم بالكلام دي كانت عند الملائكه فالمفروض الحاله دي تبقى عندنا قبل ما تسمع القران يا ترى الملك العظيم الجليل هيتكلم هيقول ايه وانت مطالب انك تنفذه هي دي نفس التقشعر ثم تلين يعني الاول كانوا فازعين وبعد كده الملائكه زال عنهم الفزع هو ده اللي بيحصل لك ان انت قبل ما تسمع القران المفروض تدخل بحاله من الوجل يا ترى الكلام ده انا عارف اطبقه ولا انا هتحاسب عليه الله عز وجل العظيم الجليل يتكلم الذي خلق الخلق المبدع المتقن ده ويتكلم بكلام انت هتسمعه دلوقتي والكلام ده رساله لينا احنا الكلام ده مش مثلا مش نازل للجمادات ده الكلام ده نازل لينا احنا بشر فقبل ما بتسمعه لو انت داخل بهذه الحاله من التهيؤ ومن الفزع ومن الخوف ماذا يريد الله مني؟ تلقيك القران هيبقى مختلف. لذلك حاله الفزع انك انت لا تطبق مراد الله سبحانه وتعالى لما الصحابه سمعوا خواتيم سوره البقره الايه قبل لا يكلف الله نفسا الا وسعها امن الرسول الايه قبلها كمان اول ما اول ما نزلت الايه ان ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في روايه جثوا على الركب. جثوا على الركب، عارف انت احساس ان القران ضغط عليك فانت مش قادر تقف خر راكعاً واناب، خر من معانيها الشيء اللي بيخر انه ما عادش بيملك قوته. يعني سقط لا اراديا. فخر راكعاً واناب ان سيدنا داوود سوره صاد معاني التوبه والاخبات لما اثرت عليه، عارف انت لما تبقى انت عامل ذنب ومكسور لربنا ورجليك مش قادره تشيلك فتسجد وتعيط هو ده المعنى لما انت تبقى شايل حاجه تقيله ربنا يعافينا يا رب لما مثلا اسال الله السلامه والعافيه تسمع خبر صادم ليك مصيبه تقيله فيقول لك مش رجليا مش قادره تشيلني فتقعد تقع تخر تنهار القوه في واحد لما بيسمع القران بي بيشعر ان القران بيضغط عليه ليه بيضغط عليه القران؟ لان هو عايش حياه مختلفه تماما عن معاني القران اصلا الواقع كله بيقول له حاجه والقران بيقول له حاجه تانية الواقع كله حواليه مشغول بقضايا واسباب وشهوات والقران بيوديه لمكان تاني خالص فبيشعر وهو بيقرا القران مفارقه رهيبه الناس بتتكلم في قضيه هو والقران بيوديه في مكان تاني خالص القران بيطوف بيه في الجنة والنار والسماوات والأراضين والملائكة والشياطين والأقوام المهلكة وقدرة الله المطلقة فهو قاعد بيسمع قضايا عجيب ايه ده؟ وهل بعد كل هذا الكلام المطلوب مني ان انا اخبط العشاء كده بسرعه وانا مش حاسس وخلاص وده المطلوب مني كعبد؟ يعني معقول كل الكون المتقن ده وكل الكلام المحكم ده في القران والمطلوب مني كعبد هو مجرد بس ان انا اخبط ركعات كده وانا مش حاسس بيها؟ لا اكيد مقام العبوديه اعلى من كده هو سيدنا جبريل لما كان في الاسراء والمعراج وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مقترب وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فاصبح جبريل كالحلس البالي سيدنا جبريل له 600 جناح اصبح زي حته قماشه مقطعه رقيقه كده ايه ده من خشيه الله المفروض القران يضغط علينا الضغط ده تطلع من صلاه الترويح عارف انت لما ابن القيم كان بيتكلم ان المؤمن احيانا بيقرا القران بيتنهد احد معاني ان ابراهيم لاواه اي يكثر التاوه فالمؤمن احيانا بيسمع القران يتنهد تطلع منه تنهيدة يتأوه، فبيقول ايه اسباب ده بيحلل ممكن قال لك لاح له مقام بينه وبين ربنا مثلا مقام التوبة مقام الانابة او مقام في الجنة في الفردوس الاعلى حاسس ان اعماله مش هتوصله ليه فبيتنهد نفسه يوصل او سمع عن مصارع الكفار والمنافقين وكيف ان الله يعذبهم فخاف فتنهد خايف ان يكون معاه، او جاب اظن خمس احتمالات ايه اللي ممكن يخلي انسان بيقرأ القرآن يحس ان القرآن ضغط على صدره فعايز وحاسس بالتعب النبي صلى الله عليه وسلم ومع زوجته السيده عائشه واحب النساء الى قلبه وبعدين يقول لها يا عائشه لما سئلت امنا عائشه رضي الله عنها ايه اعجب شيء رايتيه من النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان امره كله عجب ولكن من اعجب ما رايت حتى ان كان النبي صلى الله عليه وسلم في فراش عائشه حتى مس جلدي جلده قال يا عائشه ظريني أتعبد لربي قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هو مع زوجته اللي بيحبها وأحب النساء إلى قلبي وبعدين يقوم شوف النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل مش مثلا قال ذريني أتعبد ربي وقام صلى ركعة وتر خفيفة كده ورجع لا لا النبي صلى الله عليه وسلم قام وقرأ آيات من خواتيم آل عمران وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها فظل يبكي حتى بل لحيته وظل يبكي حتى بل حجره وظل يبكي حتى بل الأرض. عليه الصلاة هي ايه المعاني دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عائشة أثرت عليه أن البكاء لا يتوقف ودخل عليه سيدنا بلال وجد هذا المنظر وكلمنا قبل كده في درس أو في جلسة أفلا أكون عبدا شكورا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل هذا البكاء قال يا بلال افلا اكون عبدا شكورا فالشاهد ان احيانا لو احنا تعرضنا للقران صح هنتغير فعلا. هنشعر بان القران بيغير الملامح ملامح حياتك كلها هتتغير لذلك لما نيجي نبص في اول اول سوره الشورى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في اول سوره الشورى م طبعا سوره الشورى من السور اللي بدات بايتين حروف مقطعه عين سين قاف كذلك يوحي بدأت السورة بالايه؟ بالوحي. كذلك يوحي إليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. يعني العلماء وقفوا قالوا تفطر السماوات دايما في القرآن بيذكر لسبب. يعني تفطر السماوات ذكر فين قبل كده؟ سورة مريم لما لما ايه اللي حصل؟ لما يعني والعياذ بالله صار قالوا اتخذ الرحمن ولدا فهنا في حدث جلل خلى السماوات تتفطر هنا قالوا ايه هو الحدث الجلل اللي خلى السماوات تتفطر بعض المفسرين قال خلاص احنا نشوف اخر اسم ذكر العلي العظيم فنبص على العظمه فقالوا تكاد السماوات تتفطر من فوقين اي من عظمه الله بعض المفسرين قال لا احنا محتاجين نبحث اكتر فبص في الايه اللي قبلها لقى كذلك يوحي اليك والذين من قبلك اي ان السماوات تكاد تتفطر من الوحي كلام الله يبقى ملائكة بتفزع وسموات تتفطر وجبال تدك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وربنا يقول لنا في خواتيم الحش لو أنزلنا هذا القرآن هو اللي معاك ده هو اللي بين ايديك ده هذا القران مش قران تاني لو نزلنا هذا القران على جبل لرايته كنت انت هتبص منظر الجبل خاشعا متصدعا بعض اهل العلم قال ايه؟ ليه ربنا ما قالش خاشعا ومتصدعا؟ قال مش لانه الاول بيقعد فتره بيخشع وبعد كده بيتصدع لا ده حتى في حاله الخشوع مش مش كانه مجرد بكاء لا ده الجبل بيتكسر بيتصدع بيتشقق خاشعا متصدعا وربنا ذكر السبب من خشيه الله يبقى اذا اثر القران على الملائكه الفزع على السماوات تتفطر على الجبال تتصدع ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموتة بل لله الامر جميعا قال كثير من اهل العلم معنى الايه اي لو ان لو ان الله عز وجل قدر لكلام يفعل افعال حسيه في الجمادات قدر لكلامه سبحانه وتعالى ان هو يفعل افعال حسيه لكن تاثير القران كنت انت هتشوف اثر القران انه بيحيي الموتى ويكلم الموتى وانه يكسر ويسير الجبال ويشق الارض. ايه ده؟ امال احنا ليه ما بنحسش بضغطه نفسيه كده يعني او اللي كان حتى الشيخ يعقوب بيقول لك ايه؟ العصره انك تحس انك بتتعاصر زي اول مره سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فضمه حتى بلغ منه الجهد ضغطه في ضغطه كده الشيخ حتى يعقوب لك دي العصره انت المفروض تحس بضغطه وانت بتقرا القران ليه يعني معاني ثقيله ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ال القران القران مش بس القران طبعا ثقيل معنويا وثقيل ان بالفعل كان نزول القران عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد منه مشقه كان في الليلة شديد في البرد النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا يعني عارف يعني انت في في العز البرد وجابينك بينزل عرق ايه ايه الخبر اللي سمعته اللي يخليك في, الاحساس ده النبي صلى الله عليه وسلم كانت رجله جنب رجل صحابي ونزل الوحي صلى الله عليه الصحابي بيقول رجله كانت هتتكسر من ثقل الوحي وان الدابه كانت بتقط انت متخيل ثقل الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم هو من هو هو اقوى الخلق بدنا وقلبا صلى الله عليه وسلم وكان بيجد مشقة من نزول الوحي فتخيل أنا واقف في التراويح الواحد الواحد بيقرأ الآثار دي واقف في واقف حالة الله الغافل زي ما ربنا قال ما يأتيه من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون بيسمع القرآن وهو بيلعب هنتكلم دلوقتي عن نموذج في سورة الجاثية اللي كان بيتعامل مع القرآن بحالة من اللعب عشان كده ما كانش بيتأثر ربنا قال في اول سورة الانبياء كانوا بيسمعوا القرآن الا استمعوه لكن هم ايه؟ وهم يلعبون، ليه؟ ليه ربنا قال عليهم ان هم بيلعبوا؟ اه مش معناه انه كان بيجري يلعب بكرة اثناء سماع القرآن، لا، لاهية قلوبهم، ده اللعب. يعني اللي قلبه ملهي عن تلقي حقائق الوحي ومعاني القرآن، ربنا سمى ان ده انسان بيلعب. لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى وبعدين كمان بدأ يضمر العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الزمر الذين يستمعون القول فيتبعون احسن طب انا دلوقتي اقيم اثر القران عليا ازاي يعني؟, يعني؟ انا اقيم اثر القران عليا ازاي؟ ربنا قال لك كلام عملي عشان بدل ما اقعد اقول لك ايه الضغط والعصره والمشقه طب انا دلوقتي يعني اثر القران علي اجده في حياتي ازاي؟ الذين يستمعون سوره المضارع ما بيتوقفش عن الاستماع الذين يستمعون القول ف فيعني بسرعة أثر فوري للقرآن عليه يتبعون أحسن بيبقى خارج من علاقته بالقرآن نفسه يعمل أحسن حاجة ترضي ربنا قاعد بيبحث إيه يا رب اللي يرضيك عشان أعمله كان الصحابي يسمع الآية لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يروح يدور على أحسن حاجة عنده ويطلعها هو هنا احنا مش بنتكلم بالحلال والحرام مش بنتكلم فربنا هنا قال يتبعون احسن هو ما عادش بيفكر بعقليه الحلال والحرام عاد بيفكر ايه يا رب احسن حاجه بتحبها عشان اعملها الذين يستمعون القولة فيتبعون احسن جبير بن مطعم لما كان كافر وسمع سوره الطور قال ايه كاد قلبي ان يطير 25 ام تقريبا ام ام 25 حرف ام جت سوره الطور اللي تخلي اسئله تسألت هل احنا في مره إحنا بنقرا القران وقفت كده حسيت ان القران بيسالك انت سؤال فوقفت مع نفسك قلت اه صحيح. هو انا دلوقتي ردي ايه على السؤال ده؟ هو انا لما ربنا يسالني الاسئله دي ردي عليها ايه؟ ففارق بين اللي بيسمع القران عشان بيستمع القران عشان يطبق ويتبع احسنها وبين اللي بيسمع القران قلنا هنجيب نموذج في سوره الجاسيه كنت بصوا كده بقى في سوره الجاسيه اللي المصاحف سورة الجاثية نموذج اللي بيسمع القرآن والآيات معروضة قدامه لكن هو بيلعب. حامين تنزيل الكتاب كتاب اللي معاكو ده تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وزي ما القرآن آيات مسطورة في في الكون آيات منظورة إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. من هذه الآيات خلقكم وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله سواء المقروءة في القرآن أو المنظورة نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآتيه يؤمنون أي أن الذي لن يؤمن بالقرآن لن يؤمن بأي آية أخرى فبأي حديث بعد الله وآتيه يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه يبقى ده واحد إيه بيسمع ده واحد إيه بيسمع ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه وما إيه اللي حصل له أول حاجة ربنا وصفه بوصفين قبل ما يقول إيه اللي الراجل ده يعمل إيه ويل لكل إيه أفاك أثيم قال له أفاك الأفاك بيصرف نفسه وبيصرف الناس عن الحق والإفك أصلا جاي لغة من القلب بيقلب الحقائق فأفاك بيقلب الحقائق بيضحك على الناس وبيضحك على نفسه بيقول على الحق باطل ويقول على الباطل حق ذلك من الادعيه اللهم ارنا الحق حقا لان في ناس شايفه الحق باطل وده من ده من دور القران في حياتك ان القران يوريك الحق على انه حق حتى لو كان في قله وان القران بيوريك الباطل على انه باطل حتى لو كان كثره ولو اعجبك كثره الخبيث فالقران بيصحح لك نظرتك للحياه ويل لكل افاك، وطالما هو مش عايز يسمع القرآن وافاك ونصاب وبيقلب الحقائق يبقى اذا ده واحد بيرتع في الاثم، اثيم بصيغه مبالغه. يسمع آيات الله تتلى على القرآن بيتلى عليه ثم يعني بيقول ثم دي بتفيد ان في فجوه رهيبه بين حال المؤمن اللي بيسمع القرآن او كان متوقع ان انسان يسمع القرآن يتغير، لا ده للاسف ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعه. كان من اللطائف الجميله اللي قالها هنا كان دكتور محمد ابو موسى بيقول يصر مستكبرا كلمه يصر كانه بيقاوم اثر القران عليه يعني كان القران بينزعه باتجاه التقوى باتجاه الايمان وده واحد ايه مصر يعني لو هو مش شايف ان القران بيأثر عليه مش هيستعمل لفظ الاصرار فاهمين قصدي ايه يعني لو واحد القرآن من الكلام اللي بيطلع عليه اللي هو القران ما بيعملش اي اثر مش هيجي لفظ يصر بصيغة المضارع ومستكبرا لا كان ممكن يقول أي حاجة لا ده و... ده شوف الألفاظ المستعملة أول حاجة يصر وبصيغة المضارع يعني بيقاوم أثر القرآن عليه ثانيا مستكبرا قاعد بيحاول يملأ الفراغ الجوف اللي بداخلي بدل باب القرآن بيملأ بالكبر مستكبرا و... وربنا ما قالش إيه يصر مستكبرا إنه لم يسمعها لا حاول يمثل إنه مش سامعها كأن لم يسمعها حاول يمثل انه ما سمعش ايات القران هل احنا بقى تخيل ده ده المعرض هل احنا بنسمع الوحي قبل سماع القران زي بعد سماع القران ممكن انت القران كان شغال في العربيه وشغال في البيت فما كنتش مركز فما اثرش فيك لكن في قيام الليل والمدة 30 يوم في رمضان والقران ما ياثرش فيا لا هنا في اشكال انا محتاج وقفه مفيش ايه خبطت كده فيش ايه لزقت مفيش آية استقرت مفيش آية أثرت مفيش سؤال قرآني حسسني بإن أنا يعني محتاج أقف مع نفسي واقفة يعني النهاردة إحنا لسه سامع الواحد سامع خبر موت أحمد خالد توفيق ربنا يرحمه لما بتسمع عن حادثة موت فجأة يعني الموت مؤلم لأن الموت انقطاع كل حاجة وقفت يعني الواحد لما بيسمع خبر موت حد فجأة كده ايه ده؟ ده انا عليا فلوس، ده انا ده انا عليا ذنوب، ده انا مزعل ناس من اهل الصلاح، ده انا كذا، ده انا ذنوب ما تبتش منها، حاجات كتير متاخره عليا. فلما بتقطع فجاه كده خلاص انتهى الامر. ده انا قلت كلام على العام ما تبتش منه، ده انا عملت سنه سيئه والناس بتعمل بيها وانا ما تبتش، ايه ده؟ فجاه انقطاع. فالمفروض ان ال القرآن بيذكرك بهذه الأحداث مش لازم تسمع أحداث يومية في حياتك القرآن بيذكرك أنك هتلقى الله سبحانه وتعالى وأن الله جل يسألك يوم القيامة وأن الله جل يهلك الكافرين وأن الله جل يعذب المنافقين الحاجات دي أنت بتسمعها المفروض يوميا وبتراها مش بتسمعها المؤمن العايش بيرى الأحداث دي يوميا في قيام الليل يعني إذا كان أنا النهاردة في اليوم بتاعي ما قابلتش حدث يفكرني بالاخره ما سمعتش حادثه وفاه ما شفتش ظالم ربنا اهلكه ما شفتش ايه من الايات طول اليوم انت عندك القران مليء بالايات ترجع للقران تقرا تعيش دي حقائق وده فارق من ان احنا تلقينا القران على انه حقائق يعني لما ربنا يقول فخسفنا به وبداره الارض انا المفروض ده حقيقه منظر قارون وهو بيتخسف فيه ومنظر الدار العظيمه اللي مليئه بالذهب بتنهار ده مشهد حقيقي حصل يعني ده مش مشهد تمثيلي ده مشهد حقيقي انا المفروض لما اقراه ازداد يقينا ان ده ربنا قادر على سبحانه وتعالى ده حصل بالفعل يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم والرغم من كل محاولات الاعراض دي الا ان في بعض الايات اخترقت وفي بعض المعلومات استقرت جواه واذا علم من اياتنا شيئا يعني هو عمل كل المحاولات دي عشان ما يتعلمش حاجه من القران وبرغم من كده في ايات استقرت واخترقت وفي علوم ومعلومات انه هيموت وان الله قادر و يوم يعمل ايه من وسائل انك انت عايز في, في فكره معينه عايز تدفعها وانت ما عندكش القدره عشان تدفعها استعمل اسلوب السخريه يعني احيانا مثلا ايام ما كنا بقى بننزل جولات يعني تيجي مثلا حد عن حاجه فما يحس انه اتزنق يقوم يعمل ايه؟ يقول لك اشتغلوا هشتغله بقى شويه، اشتغل الشيخ ده انا اتريق عليه. مش قادر يعني هو خلاص حس انه اتزنق في الكلام يقوم يعمل ايه؟ اسلوب السخريه. يعني لما الانسان بيتزنق في الحجه يقوم عامل ايه؟ اسلوب السخريه. فهو هنا لما حس ان القران بيحصره قام عامل ايه؟ واذا علم من اياتنا شيئا وتكلف ذلك اتخذها هزوا. قالوا اتخذ هنا في تكلف انه يعني عارف ان الكلام ده حق. اتخذها هزوا. ولما لما جاي جه الاستهزاء جه العذاب المهين اولئك لهم عذاب مهين لان هو استهزا بالايات فحلوا الاهانه طبعا سوره الجاثيه يعني دي عايزه جلسات ويا ريت حتى تصلوا بيها قيام ليل تتتبعوا ايه كده سوره الجاثيه نموذج المعرض اللامبالي اللي بيجترح السيئات ام حسب الذين اجترحوا السيئات نموذج اللي عايز يعيش حياته بطول العرض 24 ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومهلكنا الا الدهر ده ده في الدنيا النموذج ده هيحصل له يوم القيامه النموذج ده وترى كل امه جاثيه لما القران ما اثرش عليهم ما كانش بيجثوا من القران وضغط القران عليه في الدنيا دلوقتي يجي يوم القيامه كل امه جاثيه وآية 35 بقى في الختام ليه العقاب بتاعه ده؟ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا كان بيتعامل مع القرآن بلعب وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها مش هيخرجوا من النار ولا هم يستعتبون من معاني ولا هم يستعتبون لن يسمح له بالاعتذار اصلا. يعني احيانا من القهر اللي ممكن يتعمل لحد في الدنيا ان هو بيبقى عايز يعتذر وانت مش هتسمح له اصلا يعتذر. لذلك ربنا قال قبل قال الايات دي اليوم ننساكم كانه مش موجود. في النار بيصرخ وكانه مش موجود والعياذ بالله. ليه؟ لانه كان بيستهزأ. لسه شايف آه احد الناس المهتمين بالرد على الالحاد مشير تويتر كده لواحد لواحده ملحده بتتريق بتقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الالحاد ولا تردنا مش عارف الى الايمان حاجه زي بتستهزأ وبتتريق يعني الناس دي بتصعب على الواحد هي مش عارفه بتحارب مين يعني هي بتمرح وبتهزأ ايام معدودات مش عارفه بتحارب مين يعني سؤال الملك الجبار وانسان ضعيف كنت لسه بقرا في قصه سيدنا ابراهيم وازاي سيدنا ابراهيم لما نظر الى الكوكب وقال لا احب الافلين فبيقول ان كل مخلوق بيحمل دلاله ضعفه يعني كل مخلوق مش محتاج حد يشهد لك عليه ان هو ضعيف كل مخلوق هو نفسه ربنا سبحانه وتعالى جعل عليه علامة انه ضعيف. شوف الإنسان في لحظة لما يتزنق عشان يخش الحمام. أو يجي له حصوة تقفل مجرى البول مثلا. شوف حاجة بسيطة جدا. شوف الإنسان لما نقطة نقطة من جلطة صغيرة تقف في شريان صغير في المخ. شوف بيحصل له إيه. يعني شوف شوف مدى ضعف الإنسان. لما فيروس ما بيتشافش اصلا بالعين المجرده ويدخل جوه جسم الانسان شوف بيعمل فيه ايه فهو الانسان اصلا بيحمل ايات ضعف شوف لما يقعد كذا ساعه ما ينامش شوف شكله بيعمل ازاي شوف لما يقعد شويه ما ياكلش شوف شكله شوف شكله, شوف شكله بيعمل ازاي شوف شكله بيعمل ازاي فاصلا كل مخلوق بيحمل ايات ودلالات وعلامات ضعفه عشان حتى لا يتكبر فهنا في الاخر ربنا بيقول ذلكم بانكم اتخذتم ايات الله هزوا شوف ال وده من دلات القران من عند ربنا مش من عند نفسه شوف الخطاب العلوي فاليوم لا يخرجون منها ولا هم مستعتبون فلله الحمد رب السماوات غصب عنه ورب الارض رب العالمين وله الايه؟ الكبرياء لذلك ختمت الجاثيه بالكبرياء لان نموذج المستهزئ الساخر اللامبالي كان موجود في السوره فيقابل هنا بصفه الايه؟ الكبرياء لله سبحانه وتعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. ده فارق بين اللي بيسمع القرآن وهو بيلعب وبين اللي بيسمع القرآن عشان يطبق فيتبعون أحسنه. ربنا قال على دول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا قال عليهم إيه؟ قال عليهم إيه؟ أولئك إيه؟ أولئك الذين هداهم الله. من علامات الهدى إنك لما تسمع الوحي تبحث عن أحسن شيء تطبقه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب دول الناس العقلاء إيه لما بيسمع الوحي بيبقى نفسه يطبق ده انسان عاقل إيه يعني قبل ما اختم المعنى الاساسي اللي انا عايز اقوله لكم تاني عشان نطلع بيه معنى محوري ظاهر اثر القران او اثناء تلقي الوحي بماذا تشعر لما بتسمع ايات خلق الله لهذا الكون المتقن المحكم. لما بتسمع آيات فيها صراخ أهل النار. لما بتسمع آيات نعيم أهل الجنة. والواحد بيسمع المعاني دي وهو مقصر وهو بعيد يشعر بيشعر بإيه؟ فإذا في إحساس عارفين كان في مقال جميل أوي للشيخ إبراهيم السكران اسمه سطوة القرآن. أيوه. يعني أنا مش لاقي مصطلح أسمي بيه المعنى اللي أنا عايز أقوله أنا عايز أسمي بقى إيه؟ وطأة القرآن. إن أنا أشد وطئاً أو ضغط القرآن. إن القرآن زي ما قلنا تاني ملائكة بتفزع السماوات بتتفطر الجبال بتتصدع القلوب بتطير يكاد قلبي أن يطير شوف الـ الـ التأثر الجمادات والكافر كان جبال مطعم كان كافر بالقرآن وهنا اللي حتى اللاعب المستهزئ كان بيحاول يصر مستكبرا كان لم يسمعها والكفار وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه شرحناها بالتفصيل في مجلس سورة فصلت ازاي ان هم بيحاولوا ان هم القرآن ما يأثرش عليهم وكان في خطبه في المعنى ده اسمها كيف لا يؤثر فينا القرآن؟ ان شيء عجيب اصلا يعني احنا بنقعد نعمل دروس كيف نتأثر بالقرآن؟ هو اصلا كان المشركين بيتعبوا عشان يفروا من تأثير القرآن يعني كانوا بيوزعوا القطن عشان الكرسف بيوزعوه مجاني على مداخل مكة عشان خايفين من أثر القرآن على الناس احنا دلوقتي من غير قطن ولا اي حاجة واقفين في, واقفين في الترويح يعني الواحد بيتكلم عن نفسه يعني لا هي انا قاعد يعني بسمع بخرج كما دخلت لا. القرآن يا جماعة الصحابة تلقوه تلقي حقيقي. الصحابه لما تلقوا القران قلت لسه برضه بقرا قلت لكم بقرا عن سيدنا ابراهيم بيتكلم الكاتب عن معنى حنيفا وقالوا ان حنيفا بمعنى مائلا الاحنف قالوا ان في ميل في رجله ورجليه بعيد عن بعض في اللغه يعني فقالوا ان حنيفا اي مائلا عن كل الشرك اي حاجه غير ربنا بيبعد عنها. فالقران لما سيدنا ابراهيم سواء كان ناظر او مناظر وفي الاخر قال اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان النظر في الايات الكونيه او في القران المفروض يخليك تبقى عايز تميل عن المجتمع تبعد مش مش تنعزل لا عايز ترضي ربنا لانك حاسس ان اغلب الناس زي ما ربنا قال اكثر من في الارض يضلوك فانت بتبقى عايز تبعد عن الناس اللي بتعطلك انت لما بتصلي ربنا بيقول ايه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وبعد كده والذين هم عن اللغو معرضون اول ما بتخشع في صلاتك تحس انك عايز تبعد عن اللغو تحس ان في في اعادات كده مش عايز تقعدها وفي اماكن مش عايز تروحها ما بتسالش هنا حلال او حرام لا انت حاسس انك انت وصلت لمرحله ايمانيه مش عايز تضيعها لذلك من اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود في السجود اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الانسان في السجود بيوصل اكرم ما يكون العبد ربيه وهو ساجد بتوصل لحاله ايمانيه نفسك ان هي تفضل يا رب انا عايز افضل على الحاله دي تبقى نفسك ان الحاله دي ما تروحش منك فالقران بيديك معاني المفروض تكون حنيفا تبقى بتشوف الحاجه على حقيقتها ذلك بيقولوا ان سيدنا ابراهيم ايه معنى ان سيدنا ابراهيم يكسر الاصنام هو ايه معنى الاول هو كان الكاتب يتامل بيقولوا انتوا فاهمين يعني ايه سيدنا ابراهيم يكسر الاصنام؟ الرقم واحد قبل اي معنى تاني انه كان يرى الاصنام انها مجرد حجاره. لان كل الناس شايفاها ايه؟ الهه رعب ازاي تقرب لها؟ انت فيها مش عارف روح الالهه ودي رمز مش عارف للقوه وانه كانوا بيعملوا الاصنام برموز معينه وان فيها اسرار وفيها نوع من مش عارف الالهه والقوه فمعنى انه يجترئ قبل بقى مثلا ان هو مش خايف من قومه او مش خايف من و... من ابيه او من الملك قبل كل ده معناه الاول ان هو بيرى الحجاره على انها ايه؟ انا حجاره شايف الاصنام على حقيقتها ده رقم واحد القران بيعمل معاك كده لذلك المنافقين في اول سوره البقره لما طلب منهم الايمان لما حصل المجتمع بناء المجتمع المدني والنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم الايمان فبصوا كده على انواع المؤمنين لهم نوعين اللي هم مين ومين؟ المهاجرين والانصار فلقوا ناس عشان تؤمن سبت كل ارضها واموالها وضحت وهاجرت والناس الثانيه عشان تؤمن ضحت بنص فلوسها فقالوا ايه ده؟ انؤمن كما امن السفهاء دي سفاهه هما شايفين ان واحد ساب بلده وارضه وكان غني في مكه وكان سيد في قومه ويتضرب ويتعذب ويسيب فلوسه والتاني يجي الواحد ما يعرفوش يقسم مع نص فلوسه ده سفاهه فربنا قال لهم ايه؟ ألا إنهم هم السفهاء. وربنا قال مين السفيه بعد كده ومن يرغب عن إبراهيم إلا من سفه نفسه. الغريبة إن ممكن الناس يبقى ليها تقييم، أغلب الناس ليها تقييم والقرآن بيقول لك لا كن حنيفا عن هؤلاء. لازم يكون عندك ميل عن كل هؤلاء، أنت ليك معالم أخرى للتفكير وليك عالم أخر بتستمد منه قوتك وبتستمد منه معاييرك وبتستمد منه قيمك. الناس لا تؤمن ب... يعني مش قصدي ان هم كفار لكن مش منشغلين بالغيب فبتعمل مع ال1000 جنيه لو بقت 900 نقصت انت بتعمل مع ال1000 جنيه لو طلعت منها 100 صدقه انت تؤمن بالغيب يمحق الله الربا ويربي الصدقات انت ليك معايير مختلفه عن الناس الناس يقول لك انت ظهرت شبابك وعمرك وفتره شبابك دي دي الفتره اللي لازم تفحت كل وقتك شغل في الدنيا عشان تستريح لما تكبر وانت ممكن تفكر طب ما انا شبابي ده محتاج ادي منه للدين ما هو الدين ده لما جه ورقه من اوفل تمنى ان يعود شباب عشان ينصر الدين لقيتني فيها جذعا حين يخرجك قومك عايز ارجع شاب عشان اساعد عندي قوه نصرة الدين ممكن ناس تبص للتفكير ده على انه سفاهه على انها حماسه فارغه انت ازاي تكتسب القوه من ده هتستمد قوتك مني اذا كان اللي حواليك شايفينك كده طبعا الافضل يكون في بيت ايمان وانك تتصل باخوانك اللي يذكروك بالطاعه وبالدين وبهذه المعاني لكن افرض انت لوحدك او انت بتمر فترات ضعف الحال انك انت يبقى ليك علاقه يوميه بكتاب الله تطلع على هذه المعاني في القران يوميا تصحب القران يذكرك بهذه المعاني يعني سيدنا حنظله عشان يتذكر المعاني بيقول يكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنه والنار فاذا ذهبنا الى بيوتنا عفسنا الزوجات وانشغلنا بالاولاد والضائعات فنسينا كثيرا طب انت دلوقتي ايه المكان اللي تروح يفكر بالجنة والنار الافضل يبقى فيه درس مسجد صحبه صالحه طب لو مفيش ترجع للقران يوميا يذكرك بالجنه والنار عشان ما تنساش كثيرا زي ما سيدنا حمد لكن هي الفكره ان التلقي يكون تلقي صحيح انك تمهد لنفسك ان ما تقراه الان حقائق انا دلوقتي هفتح ورد القران بتاعي هقوم اصلي ركعتين اركز فيهم ان الكلام ده الله تكلم به رساله الى اهل الارض الله الجليل العظيم تكلم بهذا الكلام كيف اعرض عنه ازاي ما تلقاهوش ازاي عايزين ال ال سطوة القرآن أو ضغط القرآن أو وطأة القرآن نشعر به لان دي اللي هتضغطك وتخليك انسان مختلف وتخليك حنيفا مائلا ليك خط سير مختلف عن عموم الناس تستمد قوتك من الغيب من عالم اخر لان اللي حواليك بيفكروا بصوره وانت بتستمد معانيك من الوحي قال يا قوم مالي ادعوكم الى الجنه وتدعونني الى النار هو بيكلم في حته والناس بيتكلموا في حته ثانيه خالص مالي ادعوكم الى الجنه وتدعونني الى النار هو بيتكلم في منطقه هو بيتكلم في منطقه تانية هو عايز يدخلهم الجنه هو بيكلموه في منطقه تانية خالص هو مستمد قوته من عالم اخر من مكان اخر وافوض امري الى الله فاذا عايزين نشعر بوطئة القرآن أو بضغط القرآن أسأل الله جل أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يبلغنا رمضان وأن يعيننا في رمضان على تدبر القرآن وعلى قيام الليل بالقرآن كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب أستغفرك وأتوب إليك